l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique algérien. Nous remercions Monsieur le ministre et le ministère pour son soutien constant à l'Institut panafricain des sciences de l'eau et de l'énergie. Donc, nous attendons que les jurys finissent leurs délibérations dans les prochaines secondes. يهدف مشروع تحدي الابتكار بجامعة عموم إفريقيا إلى تشجيع الطلبة والخريجين من جميع معاهد جامعة عموم إفريقيا على تقديم أفكارهم المبتكرة وبالتالي المساهمة في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في إفريقيا. وفي هذا السياق تأتي استضافة الجزائر منذ عام 2014 لمعهد عموم إفريقيا للعلوم والماء والطاقة والتغير المناخي بجامعة أبو بكر بالقايد بتلمسان كتحدي حقيقي للتعاون من نمط جديد بين الجزائر وألمانيا والاتحاد الإفريقي الذي يحمل معه أمالا كبيرة لأوطاننا التي تصبو للاكتساب التكنولوجيات الحديثة في مجالات الماء والطاقة والتغير المناخي والتحكم فيها.